السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفتح الايباد وتقرا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مستر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مستر. أهلا وسهلا بكم جميعا. السلام عليكم مستر. جهازي المحمول سينتهي شحنه، سأخرج وأفتح من جهاز آخر. طيب تفضل يا حبيبي. مستر، نعم، ينفع أروح الحمام؟ تفضل يا محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا حمزة. الآن من يبدأ في قراءة أو في حل السؤال الأول؟ من يبدأ في حل السؤال الأول؟ إياد، راين، نعم، أين باقي الطلاب؟ عبد الله محمد، أين أنت يا عبد الله محمد؟ عبد الله محمد لسه ما دخل. نعم، حسين محفوظ أيضا. محمد حسين، أين أنت يا محمد حسين؟ أيضا غير حاضر. أين الطلاب؟ أين التفاعل؟ أين التفاعل على هذه الحصة؟ موفق. أين أنت يا موفق؟ نعم مستر. اقرأ لنا السؤال الأول وأجب عنه يا موفق. ثناء إلى اقرأ السؤال في البداية. اختر مما بين القوسين المعنى الصحيح لما تحت خط. نعم. ثناء إلى أذنيهما صوت جميل. نعم، ثناء إلى أذنيهما صوت جميل. نعم. ما جاء معنى بعيد. ما معنى ثناء؟ اقرأ الخيارات في البداية يا موفق. ابتدى، ارتفع، جاء من بعيد. نعم، ابتعد، جاء من بعيد. جاء من بعيد. إذن أحسن، جاء من بعيد. الجملة باء أو السؤال باء. يوسف فلال، تفضل يا يوسف فلال. يوسف فلال، تسمعني يا يوسف فلال؟ لسه لا دخلت يا عبد الله. دغري عم تقول مستر. اقرا يا يوسف. اوكي. كان رنينو، كان رنينو الجرس. نعم. يرقق قسوة
قلبه الشجاع الجشع الجشع. نعم، ما معنى يرقق؟ يعني يجعله لينا، يجعله لينا. إذن يجعله لينا. في الصفحة العاشرة يا عبد الله محمود، هي رقم الصفحة محطوط في الزاوية. نعم يا عبد الله محمد، ما بك يا حبيبي؟ مستر. نعم. كتاب النشاط الجديد. لا ما عندي يا حبيبي. نحن قلنا انه نزلنا الاوراق على الخطه الاسبوعيه، وفي امكانك طباعتها من الخطه الاسبوعيه لهذا الدرس. هي الاوراق موجوده، بتقدر تطبعها وتحلها. طيب اقرا لنا جيم يا عبد الله. اقرا يا عبد الله. خطرت للرجل فكرة رائعة. نعم، ما معنى رائعة؟ هل هي مبتكرة أم مروعة أم حسنة؟ حسنة. حسنة، نعم. إذن فكرة حسنة. نعم، ننتقل إلى السؤال الثاني. من يجيب عن السؤال الثاني؟ نعم يا عبد الله عمر، عبد الله محمود، تفضل يا عبد الله محمود، يلا يا حبيبي. موفق، أجبت أنت، تفضل يا عبد الله محمود، عندك المايك مفتوح ولا لا؟ مفتوح المايك. كان الرجل يظهر. اقرأ السؤال، نريد ما نريد، ماذا نريد من السؤال؟ اقرأ السؤال في البداية يا حبيبي. حدد جمع المفردات التي التي تحتها خط فيما يأتي. نعم. كان الرجل يطهر الطعام في قدر مكسور. نعم، في قدر ما جمع قدر؟ قدور. قدور، إذن أقدار جمع قدر وقدر. قدور. نعم، إذن قدور جمع قدر. الجملة الثانية يا محمود. شعر الرجل إنه يعيش حياة أكثر سعادة. نعم، ما جمع حياة؟ حياة جمع ماذا يا جمع حي؟ أحياء جمع حي، صحيح؟ وحيات جمع حية، أما ما جمع حياة؟ حيوات. نعم. الآن إياد، ما رأيك يا إياد أن تجيب؟ حدد الجملة التي تخالف مدلول الفقرة الآتية. نعم، حدد. استيقظ الرجل. نعم، اقرأ. استيقظ رجل الفطر باكرا وذهب ليطمئن على جرح الذئب، وجده مستلقيا عند مسكنه يراقب فراشة ترفرف بجناحيها، فقال: لابد أن الذئب يعاني من شدة الوحدة، ليس سهلا أن يمضي وقته وحيدا. نعم، ما هي الفكرة التي تخالف مدلول هذه الفقرة؟ رقة مشاعر رجل الفطر أم عظمة إنسانيته؟ خوفه من العقاب أم شعوره بالمسؤولية أم خوفه من العقاب؟ خوفه من العقاب. خوفه من العقاب. إذن خوفه، الإجابة هي خوفه من العقاب. الآن ننتقل، تفضل يا راين.
مش عارفك تسمعني؟ آه تفضل. بين موقفك موقفك من الأفعال الآتية. نعم. الآتية وأكتب أوافق لا أو لا أوافق وأذكر السبب. نعم أذكر السبب. الجملة الأولى. كان الذئب القوي يخيف الحيوانات في الغابة. نعم. وافق. توافق؟ توافق أن يخيف الذئب الحيوانات في الغابة؟ لا أوافق. إذن لا أوافق. نعم. تفضل يا إبراهيم. يا إبراهيم تسمعني يا إبراهيم؟ لماذا لا تفتح المايك وتتكلم؟ طيب نشوف محمد علي. تفضل يا محمد علي. نصب رجل الفطر مصائد للذئب. نعم هل توافق أم لا؟ لا أوافق. لماذا لا توافق؟ تريد أن يقتل باقي الحيوانات يا محمد علي؟ لا. إذن توافق أم لا؟ وافق. نعم إذن هو لماذا نصب له هذا الفطر المصيدة؟ لكي يعاقبه لكي لا يأكل الحيوانات. نعم إذن أوافق حتى يتوقف الذئب عن الصياد الحيوانات. نعم حسين محفوظ تفضل يا حسين. لم يقتل الرجل الفطر بل عالج جرحه. وافق. نعم. وافق. نعم لماذا توافق يا؟ لأنه عشان ما يسوي الذئب اللي عشان ما يأكل الباقي الحيوانات. لهيك هو ضمد جرحه يا حسين. إذا أوافق حتى يشعر الذئب بطعم الرأفة بالحيوانات. نعم الجملة الأخيرة دال. تفضل يا محمد حسن. أنفق الرجل أمواله كلها لشراء أجراس الريح. نعم توافق أم لا توافق؟ توافق. توافق أن يصرف جميع أمواله لشراء أجراس الريح؟ لا أوافق. أنت ما رأيك أن يضع كل أمواله ثمن أجراس الريح ولا يبقي معه أي شيء من المال؟ هل هذا صحيح؟ صحيح هذا التصرف يا محمد حسن؟ لا أوافق. إذن لا توافق لأن هذا الشيء تبذير وأن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين لأن التبذير صفة سيئة. إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين. يستطيع أن يشتري ببعض المال بعض الأجراس ولا يدفع كل ما يملك من أموال ثمن هذه الأجراس. إذن عندما ننتهي نرسل كلمة تام لكي ننتقل إلى الصفحة 11. عبد الله محمود تام، حمزة تام، يوسف أنور تام،
محمد علي تام. آدم تم. راين سمير تم. حسين محفوظ تم. ما به السؤال الأول يا إياد؟ ما به السؤال الأول يا إياد؟ مكتوب 2 لا أوافق. نعم يا حبيبي؟ مكتوب 2 لا أوافق. عادي لا أوافق إنه خلاص لا أوافق مرة واحدة نكتب. الآن يحيى ومحمد حسن، إذن أعطينا الوقت الكافي لكي تستطيعون الكتابة. الآن رحلتي مع كلمة جدول، مرت معنا جدول وقرأناها في كتاب الطالب، وقرأنا هذه المعاني وقلنا أن جمع جداول ولها عدة معاني. الجدول هو مجرى صغير يشق في الأرض للسقيا، وصفحة يحط فيها خطوط متوازية، وكلنا نعرف شكل الجدول الذي يكون مقسم إلى أجزاء ومتكون من مربعات. وجدول أعمال المؤتمر أي قائمة بالموضوعات المراد بحثها. وجدول الدراسة أي جدول الدراسي، وكلنا نعرف ما كيف يكون الشكل جدول الدراسي، ولدينا جدول دراسي خاص بصفنا. وجدول الضرب الجميع يعرف جدول الضرب. قدم جدولاً بأسماء الطلاب أي قدم لائحة مفصلة بخاناتها. ما معنى جدول في القصة؟ معنى جدول في القصة أنها مجرى ماء. الآن ننتقل إلى السؤال الثاني. نريد طالب مبدع أن يمثل أمام زملائه هذين المشهدين. قال صاحب المتجر وهو يهز في رأسه. إذا نريد طالب يمثل دور صاحب المتجر وهو يهز في رأسه ويقول: عذرا سيدي، هذا المال لا يكفي ثمن مقابل هذه الأجراس. ويمثل رجل الفطر عندما قال للذئب: هذا جزاؤك الذي تستحقه. نريد طالب مميز يستطيع أن يمثل لنا هذان الدورين. من يستطيع؟ تستطيع يا يحيى؟ تستطيع يا يحيى؟ نفتح لك الكاميرا وتمثل هذين المشهدين أمام زملائك. أنت معنا يا يحيى؟ من يستطيع أن يمثل لنا هذين المشهدين؟ من؟ من؟ عم تسمعني يا يحيى؟ إذا عم تسمعني أرسل لي كلمة تم. عم افتح لك المايك، ما عم تقدر تتكلم. نعم أستاذ. بتقدر تمثل هدول المشهدين؟ مثل قال صاحب المتجر وهو يهز رأسه. نعم. نريد أن نعطيك الكاميرا، أعطيك صلاحية أن تفتح الكاميرا وتمثل وتهز في رأسك وأنت تتكلم، ما رأيك؟ جاهز يا يحيى؟ تفضل. الآن يأتيك طلب لفتح الكاميرا، وافق عليه وستظهر أمام زملائك. نعم. نريد أن عذرا يا سيدي، هذا المال لا يكفي ثمن مقابل هذه الأجراس. نعم.
ومثل دور رجل الفطر وهو يقول للذئب هذا جزاؤك الذي تستحقه وأنت تشمت فيه وأنت تشمت في هذا الذئب. هذا جزاؤك الذي تستحقه. نعم أحسنت، إذن هذا جزاؤك الذي تستحقه. شكرا لك يا يحيى. أغلق الكاميرا. الآن ننتقل إلى السؤال الثالث. نعم يا حمزة، لماذا لا تتفاعل معنا يا حمزة؟ تفضل يا حمزة، فقط تكتب الإجابات على المحادثة. اقرأ لنا السؤال الثالث وأجب عنه. لديك مايك يا حمزة؟ يا حبيبي أنا عم أفتح لك المايك، أنت لا تفتحه، أنا بفتحه. تفضل يا حمزة. نعم مستر. تفضل. كان ذلك صوت المحبة الذي يسكن قلبيهما ويعزف فيها ألحان 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 أجراس الريح. نعم. بما شبهت الكتاب الكاتبة صوت المحبة وعلى ما يدل ذلك؟ نعم، بماذا شبهت الكاتبة صوت المحبة؟ نعم يا حمزة، من الذي يسكن؟ صوت أجراس ألحان أجراس الريح. هذه هي تسكن في الحقيقة، إذا هي شبهت، بماذا شبهت صوت المحبة؟ من الذي يسكن في الحقيقة؟ من الذي من صفته أن يسكن في مكان ما؟ يا حمزة. الصوت الذي يسكن قلبيهما. نعم، في الحقيقة هل الصوت يسكن في القلب يا حمزة؟ لا، تعبير مجازي. تعبير مجازي، نعم. بماذا شبهت إذن هذا الصوت؟ الذي يسكن قلبيهما. من الذي يسكن في طبيعة في الحقيقة يا حمزة؟ من يعرف؟ من الذي يسكن؟ تعبير مجازي صحيح يا حمزة، لكن بماذا شبهت صوت المحبة؟ نعم يا إبراهيم، تعرف أنت؟ نعم القلب. نعم يا إياد، لا ليس القلب يا هو يسكن في القلب. نعم يا إياد، إياد كتب الإجابة الصحيحة. نعم يا إياد. تفضل يا إياد تسمعني؟ إذن إياد وراين كتب الإجابة الصحيحة وهي شبهت صوت المحبة بالإنسان. إذن شبه صوت المحبة بإنسان محبوب يسكن قلبيهما، وهذا يدل على صدق كل منهما ووفائه للآخر. لا يستطيع ما أعلم المشكلة اليوم في المايك عند الجميع. أحمد عمرو ريحان. إذن عند الانتهاء من كتابة السؤال الثالث نرسل كلمة تام لكي ننتقل إلى ورقة العمل وتتأكدون من الإجابة من حلكم.
عبد الله، يحيى، حمزة، محمد حسن، موفق، تم. تم. نعم. يوسف أنور. إياد. نعم يا يحيى، ما بك؟ نعم استاذ، في ورشة ثانية على الموضوع. يا حبيبي بكرة راح نحكي فيها، اوكي؟ نقلكم الطريقة كيف نحلها للورك شيت الثانية، اوكي؟ طيب الآن نعم أبعتهم كلهم. برافو عليك. الآن غدا سوف نقوم بقراءة قصة هاتشيكو الوفي، قصة جدا رائعة من أجمل القصص في الأدب. أتمنى من الجميع أن يقرأها اليوم قبل أن نبدأ بها غدا. إذن قصة هاتشيكو الوفي غدا سوف نقرأها ونتعرف عليها. أتمنى من الجميع أن يقرأها وأن يفهم هذه القصة. الآن ننتقل إلى ورقة العمل. هذه ورقة العمل واضحة أمام الجميع. واضحة هذه الورقة. إذن نقوم الآن بعرض الأسئلة مع الإجابات. نعم. تفضل يا حمزة، اقرأ لنا النص، هذا النص المعروض أمامك. أولاً اقرأ الفقرة الآتية ثم أجب عما يلي. نعم. حدثت هذه الحكاية في غابة تمتد عبر التلال. عاش رجل كبير في السن على حافة إحدى تلك التلال. نعم. كان يقضي معظم وقته في المنزل يعد حساء الأعشاب، يستمتع بنكهة الأعشاب، فمذاقها المر لا يمنع من كونها لذيذة حقا. اعتاد الرجل في أيام الصيف أن يذهب إلى الغابة يجمع الفطر ويعود إلى المنزل بالكثير منه، حتى أصبح العجوز يعرف برجل الفطر. نعم. إذن هذا هو النص، نريد أن نجيب عن الأسئلة التي وضعت عليه. من يقرأ السؤال الأول يا حمزة؟ ضع عنوانا مناسبا للفقرة. نعم، للفقرة وليس الفقرة، للفقرة. أوكي؟ للفقرة. نعم، ماذا تستطيع أن تضع لنا عنوانا يا حمزة؟ رجل الفطر. رجل الفطر أيضا. من لديه إجابة؟ محمد حسن، لديك إجابة؟ رجل الأعشاب. نعم، العجوز. نعم. نعم يا محمد حسن. الرجل العجوز. الرجل العجوز زي مثل إجابة حمزة. نعم، تقبل أي إجابة تدل على هذا المعنى. الآن اقرأ باء يا محمد حسن. رجل الفطر. نعم، تفضل يا. ضد كلمة حلو الحلو. نعم. المر. إذن المر، إذن استخرجناها من الفقرة التي كانت بين أيدينا. الآن ننتقل إلى تاء. نعم يا أدهم. نعم. مرادف لكلمة طرف. نعم، مرادف لكلمة طرف. مرادف لكلمة طرف. لماذا لم تجيب عن الورقة يا
أدهم مشير. نعم مشير شمالي. عندك إجابة مرادف كلمة طرف؟ إيش مرادف لكلمة طرف؟ لديك إجابة؟ لا. نعم أحمد. طرف حافة. حافة. إذن طرف حافة. جملة فعلية أيضا يا أحمد. لماذا من يستخرج لنا جملة فعلية؟ تفضل يا حسين. مستر جملة فعلية. يلعب الولد في ساحة يا حبيبي نريد أن نستخرجها من هذا النص من الفقرة وليس من ذهنك. نعم من يجيب؟ آدم أين أنت يا آدم؟ لماذا لا تتفاعل معنا يا آدم؟ تفضل يا آدم. نعم يا عسر. نعم يا يجمع الفطر يجمع الفطر ويعود إلى المنزل بالكثير منه. نعم إذن لدينا أكثر من جملة فعلية. لدينا على سبيل المثال عاش رجل كبير، ولدينا يعد حساء الأعشاب، ولدينا كما قال آدم. ماذا قلت يا آدم؟ يستمتع بنشاة نعم يجمع الفطر ويعود إلى المنزل بكثير. يجمع الفطر ويعود إلى المنزل، جميعها جمل فعلية. إذن نكتب أي جملة فعلية نختارها من هذه الفقرة. الآن ننتقل إلى جيم. من يجيب على جيم ويستخرج جملة كان ويحدد خبرها ونوع الخبر؟ من؟ يحيى أنت أجبت على أجبت عن ورقة العمر يا يحيى؟ يحيى أجبت عنها أم لا؟ بس شوي. بس شوي؟ ليش بس شوي؟ تفضل يا راين. يا إبراهيم نحن مو هلأ بنحلها. تفضل. مستر فيك تسمعني؟ فيني أسمعك بس رح ننتظر زميلك إبراهيم لحتى يخلص. خلصت يا إبراهيم؟ تم. تفضل يا راين. جيم جملة كان. كان يقضي معظم وقته في المنزل. نعم أين الخبر؟ يقضي. ما نوع الخبر؟ نعم جملة فعلية. جملة فعلية. إذن لدينا أيضا أكثر من جملة. من استطاع أن يستخرج جملة أخرى؟ من يستطيع؟ إياد. نعم يا إياد.
أصبح العجوز يعرف برجل الفطر. نعم، أصبح العجوز يعرف برجل الفطر. أين الخبر يا؟ الخبر يعرف. يعرف. ما نوعه؟ نوعه جملة فعلية. نوعه جملة فعلية. إذن لدينا أيضا، ننتظر هنا، لدينا الجملة الثانية، أصبح العجوز يعرف، نوع الخبر يعرف، ونوع الخبر جملة فعلية. الآن ننتقل إلى ثانيا لكي ننتهي. من يجيب على ثانيا؟ ما رأيك يا سمير أن تجيب عن ثانيا؟ محمد حسين، ما عندك مايك يا محمد حسين؟ يا إبراهيم عطول أنت ما عم تنتهي، تفضل انتهي. محمد علي، طيب موفق ما أجاب، خلينا ناخذ موفق. نعم يا موفق. ليش رجعنا لهون يا حبيبي؟ اللي خلص زميلك محمد علي، لأنه سلحفات محمد علي ما عم يخلص معنا. نعم، لدينا فقط دقيقتان، تفضل يا موفق. يتمنى النص ال أو ثانيا ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. نعم، ينتمي النص الأدبي إلى. نعم، إلى ماذا ينتمي؟ نص خيالي. نص خيالي، نعم، نص خيالي. باء، معنى الكلمة التالية. معنى كلمة ماذا؟ التلال. التلال، نعم. الجبال. الجبال، نحن شرحناها في المفردات يا. لا الوديان. ما شاء الله عليك يا، ليش ما عم تعيد الكلمات يا؟ إذا معنى كلمة التلال الرابية وليس. نعم، ما لدينا غياب؟ عمر هنا، عمر. إذن حسين شاذيب وعمر عامر، ومن أيضا؟ يوسف أنور ويوسف بلال هنا. يوسف أنور ويوسف بلال هنا. إذن بهذا نكون قد انتهينا من حل ورقة العمل. شكرا لحسن استماعكم، انتهت حصتنا لهذا اليوم، نلقاكم في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.